الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحج باختصار أمور ثلاث، فهو أولا مناسك، وهو ثانيا مثابة، وهو ثالثا منافع. ميمات ثلاث تلخص كل أعمال الحج وكل أهداف الحج، وهذه التراتبية من المناسك إلى المثابة إلى المنافع هي التي تحكم هذه الشعيرة العظيمة. فلكي يكون الحج بالنسبة إليك مثابة، فلا بد أن تترسك وتتعبد وتتذلل أولا حتى يتقبل الله منك. فإذا فعلت ذلك أثابك ونفعك ورحمك وأعطاك وأغناك. يقول الإمام علي سلام الله عليه: فرض الله عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته. فمن أراد أن يتعرض لنفحات قدس الله فلا بد أن يتشبه بملائكة الله المطيفين بعرشه في متجر عبادته، ولا بد أن يتبادروا إلى موعد مغفرته. لا بد من التعرض لنفحات قدس الله، ومن أراد ذلك فليأتي إلى بيت الله. ألا ترى أن مناسك الحج هي في أيام معدودات، إلا أن ثوابها بلا حدود. يقول تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معدودات. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج ثلاثة أصناف، صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من الذنوب كهيئته ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وولده وهو أدنى ما يرجع به الحاج. هذه هي المثابة التي يقول عنها ربنا تعالى في كتابه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما في ضمان الله، إن أدرك ما يأمل غفر الله له وأداه إلى عياله، وإن قصر به أجله أي مات في الطريق وقع أجره على الله وأدخله الجنة. ومع أن الموت قضاء حتم على العباد، وما من حي إلا ولا بد أن يذوق الموت، إلا أن للموت في أيام الحج طعم خاص وشأن مختلف. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: الحاج والمعتمر في ضمان الله، فإن مات متوجها أي في الطريق غفر الله له ذنوبه، وإن مات محرما بعثه الله ملبيا، وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين، وإن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه. ثم قال الإمام عليه السلام: من دفن في الحرم أمن الفزع الأكبر. فقال السائل: من بر الناس وفاجرهم؟ فقال عليه السلام:
من بر الناس وفاجرهم، من يدفن في الحرم فإن الله يغفر له. لقد قال الإمام الصادق سلام الله عليه لأحد أصحابه وهو يحثه على الحج في كل عام لوجود هذا الثواب العظيم في هذه المشاهد المشرفة، قال: ما يمنعك من الحج في كل سنة؟ فقال الرجل: جعلت فداك العيال، أي الذي يمنعني هو وجود العيال علي، ولا بد أن أعتني بهم وأن أنفق عليهم. فقال له الإمام: إذا مت فمن لعيالك؟ وأضاف عليه السلام: أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم كل سنة. وفي حديث آخر يقول الإمام: الحاج والمعتمر وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم 1000 درهم. ومعنى ذلك أن من يصرف في الحج 1000 درهم فكأنه صرف 1000000000 درهم في سبيل الله في غير موسم الحج. وفي حديث آخر قال رجل اسمه إبراهيم من أصحاب الإمام الصادق، قال له: يا ابن رسول الله، إني أحج سنة وشريكي يحج سنة أخرى. فقال له الإمام: وما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ قال الرجل: لا أتفرغ لذلك، جعلت فداك فأتصدق 500 مكان ذلك، أي في العام الذي لا أستطيع الذهاب إلى الحج هل يكفي أن أنفق 500؟ وفي ذلك اليوم الحج لم يكن يكلف إلا مبلغا بسيطا من المال، و500 درهم أو دينار كان يعتبر مبلغا كبيرا. فقال له الإمام: الحج أفضل من الإنفاق بمبلغ أكثر من نفقة الحج. فقال الرجل: أتصدق 1000؟ قال الإمام: الحج أفضل. قال الرجل: 1500. قال الإمام: الحج أفضل. قال الرجل: 2000. فقال الإمام: أفي 2000 طواف البيت؟ قال الرجل: لا. قال الإمام: أفي 2000 سعي بين الصفا والمروة؟ قال الرجل: لا. قال الإمام: أفي 2000 وقوف بعرفة؟ قال الرجل: لا. قال الإمام: أفي 2000 رمي الجمار؟ قال الرجل: لا. قال الإمام: أفي 2000 المناسك؟ قال الرجل: لا. فقال الإمام: الحج أفضل. ومن ثواب الحج أن الصلاة في المسجد الحرام تساوي الركعة منها 100,000 ركعة، كما أن في الحج تحصيل الزاد لرحلة الآخرة، تحصيل تقوى الله. وهكذا فإن الحج مثابة، أما منافع الحج فهي بالإضافة إلى ما سبق من الثواب، أن الحج سبب أساسي لاستنزال الرزق من السماء. يقول إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إني وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي. فقال الإمام: وقد عزمت على ذلك؟ أي أن هذا تصميم منك؟ قال الرجل: نعم. فقال الإمام: إن فعلت فأبشر بكثرة المال. وروي عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال: علة الحج الوفادة إلى الله تعالى، وطلب الزيادة، والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا مما مضى، مستأنفا لما يستقبل، وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحصرها عن الشهوات واللذات، ومنفعة من في المشرق والمغرب، ومن في البر والبحر، ومن يحج وممن لا يحج، من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاتب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم. أي أن الحج حركة اقتصادية كبرى في واقع الأمة. ومن هنا فإن الحج يبدأ كمناسك،
ثم يتحول إلى مثابة، ثم ينتهي كمنافع للفرد الحاج وللأمة كلها. وطوبى الذين يعودون من الحج وقد غنموا الدنيا والآخرة معا، وعادوا بعد أن ضمنوا الجنة أطهارا كيوم ولدتهم أمهاتهم. في الحج كل أصول الدين وكل فروعه، ففي تلك المشاعر هياكل التوحيد، وفيها تجسيد للعدل وتجل للنبوة وتأكيد على الإمامة وتذكير بالمعاد. في الحج إحياء للصلاة، للصوم، للخمس، للزكاة، للجهاد، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، للتولي، للتبري. كل ذلك يتم في حركات وأعمال ومواقف، كما يتم ذلك في الكلام والذكر والدعاء والصلاة. الحج مدرسة التوحيد، حيث يتخلص العباد من شوائب الكفر والشرك والنفاق، والتذكير بأن الله وحده له الخلق والأمر، وأن لا رب سواه ولا معبود إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون. والحج مدرسة العدل، حيث المساواة في المظهر والمخبر وفي الملبس والمسكن، في كل من المطاف والمسعى والمشاعر وفي جميع الشعارات والأعمال والحركات. الناس متساوون كأسنان المشط. وفي الحج النبوة، حيث الناس جميعا في بيت الله طاعة لأنبياء الله من آدم إلى الخاتم، أمروا بالحج وحجوا إلى هذا البيت. ولا شك أن في الحج أيضا الإمامة، لأن تمام الحج زيارة الإمام. أما المعاد فأنت في الحقيقة تعيشه كأنك في يوم المحشر. أنت في الحج تموت وتبعث وتقوم بتجربة الموت وأنت حي. فكما أن الشخص يكتب عندما يكون على مشارف الموت وصيته، يكتب الحاج قبل الخروج وصيته أيضا. وكما يودع من على فراش الموت أحبته، كذلك يودع الحاج أحبته. وكما يحمل الميت في الجنازة، يحمل الحاج في الراحلة. وكما تنزع ثياب الميت في بداية موته، ينزع الحاج ثيابه في بداية حجه. وكما يغسل الميت قبل تكفينه، يغتسل الحاج قبل إحرامه. وكما يلبس الميت الأكفان، يلبس الحاج ثياب الإحرام، وهي ثياب يحتفظ بها عادة حتى تكون من كفنه. إنها تجربة حية للموت قبل الموت، وتذكير بالرحيل في الدنيا قبل الرحيل عنها، ووفادة إلى الله بثياب الأكفان كوفادة الناس حين البعث من قبورهم بلا أكفان. وكما في القيامة عقبات، كذلك في الحج عقبات. وما من موقف صعب يواجهه الحاج إلا وفيه تذكير لما هو الحال عند عقبات القيامة.